تبعنا ابو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الله يخليك. قلنا القسم ده عليك فيها دي الشعر المعليه كلها المباشره هي بتشتري من كل المسؤوليات. بقالي كام سنه؟ بقالي سنتين بالظبط. عندك اولاد طبعا. ايوه ثلاثه. ما شاء الله. قولي لي بقى ليه حبيتي تنزلي تشتري مع اختي برضه؟ اخويا ابراهيم هو. تنزلي تشتري وتشتري بيتك واولادك وتنزلي. اولا يعني اساعد اول حاجه، ثاني حاجه يعني ده محلنا بتاعنا، فانا قلت مع ابراهيم علمني ووقفني معاه وكده. فحبيت ان انت تنزلي. حبيت انزل اشتغل. طبعا اشتغل بدل يعني شايفه الدنيا ماشيه ازاي. ايوه بدل ما اقعد ومثلا يعني اساعد معايا جوزي كده. طيب بشوي فراخ وبشوي كفته وبشوي لحمه. انا بتبل. تعمليلي بقى، بتجيلي في الحاجات كلها نيه وانت بتشوي على طول؟ بتيجي نيه، كل حاجه بتيجي نيه وانا بشويها على الشوايه. حضرتك الزبون يقول لك مثلا عايز متبله او بيجي لك متبله؟ ممكن يجي لي متبله او انا اتبل. انا بعمل تتبيله معاكي بقى، نشوف التتبيله بقى. تعالي اتفضلي. دي الحاجة ده شيش بعد ما خلص. دي تتبيلتنا. ده شيش بعد ما خلص خالص. الله ينور عليكي. ده اصلا الناس بتيجي على الريحة لوحدها. احنا معروفين. اتعلمتي المهنة دي ازاي بقى؟ هو اولا كان اخويا ابراهيم هو اللي متعلمها وفتح المشروع ده، فشافني فقال لي تعالى وقف معايا، فجيت وقفت معاه. علمني بقى كل حاجه، علمني ازاي اتبل وازاي اشتغل لغايه ما بدات اشتغلت معاه. بقى فيها بقى كده، وبعد كده بالاسترتش. ما تبردش. لو انا بتبلها هتاخد لها ساعتين، لو هو متبلها جاهزه بحطها له على الشوايه. ممكن هو واقف. لازم التتبيله تاخد وقت. طبعا لازم تاخد وقت في التتبيله. بتاخد وقت التتبيله معروف. دي ده طلب واحد بس اللي هو ده الشيش. ده طلب واحد بس. واحد طلب. ساعات في حد يجيب لي نفس الحاجات ممكن تعمليها شيش ولا تجيبها لي؟ ممكن يجيبها لي وانا اقطعها له شيش 4 8. بنضفها طبعا بالخل والليمون والملح. امال ايه؟ لا نفسنا حلو ما تقلقيش. انا جاي على الريحه بس. نفسنا حلو ما تقلقيش. ده كده خلاص خلص. خلص. ونحطه بقى لما يجي الزبون بقى يستلم. بقى قولي لي بقى، تعملي الكفته بقى تتبيله برضه ولا ايه؟ بتيجي جاهزه؟ هي بتيجي جاهزه، وساعات احنا بنتبل عادي الكفته، يعني ممكن تيجي لنا كفته عايزه تتبل واحنا بنتبلها. يعني زي دي هتلاقيها جايه متبله. جايه جاهزه متبله. ورشة يا جماعه عامله عظمه هنا. يعني عشان عادة اسماعيليه هنا بتعمل كفته وفراخ مشويه، يعني كل حاجه. شايفه عندك الاوضه عامله، عندك قطيع وحاجات. احنا بنبدا من الساعه 10 للساعه 7 نشوي عادي، شوي خارجي. ومن بعد الساعه ماشي. ومن بعد الساعة 7 لغاية الساعة 1 2 بنشتغل تقطيع، يعني تقطيع وسندوتشات. يعني شغالة في الاثنين. شغالة في الاثنين. وتقطيع. شغالة الاثنين. بعد ما تعملنا بقى تقطيع وتقطيع. طبعا. ونظافة قبل أي شيء. نظافة طبعا، يعني مش أي حد من الناس اللي تقطيع. قبل حاجة أي حاجة النظافة. أهم حاجة النظافة. طبعا مثلا يعني عارفه ايدك بتاعت كويس. ايوه طبعا، هو اي حاجه على طول بغسل ايديا او بول، والمكان دايما بيكون نضيف حواليا. اهم حاجه المكان، يعني لو حد شايف المكان مش نضيف حتى لو قاعد يدخل نضيف هيقول لي لا انا مش عارفه المكان نضيف. الحمد لله. لا الحمد لله. مبسوطه، بحبها، بحب الشغله دي بجد. بناتك طبعا حابين. انا عندي بنت واحده بس. ما شاء الله. بنت واحده. بناتك متجوزه ولا هي بنت مخطوبه؟ مخطوبه.
طيب وهي بقى تروح ايه معاكي؟ يعني ماما اقعدي بقى في البيت. لا عادي بنتي بتتشرف بيا وبتيجي تقعد معايا، واولادي الاثنين ولدين بييجوا يقعدوا معايا برضو. هو هنا في الاسماعيليه مشهوره بخليتك جدا في ورشه يعني. اه ما كل عارفني الحمد لله. ممكن تجيب لك مثلا نص كيلو كفته او كيلو، ايوه بتعمليها كام صوابع؟ هو الكفته انا احنا بنعملها 8 صوابع، بس الصوابع بتقسم اثنين زي حضرتك شايفه كده اهو، صابع كبير بتقسم اثنين كده يبقى سندوتشين. يعني ممكن تعمل 8 8 اعمل 16 سندوتش بيتقسم على اثنين يبقى 16. لا كيلو في النص اربعه بيعمل 8 سندوتشات. طبعا جسمه بيعمل حاجه دلوقتي. اه ما عادش بيعمل حاجه دلوقتي. بس مع التسبيحه كده بيزود برده اه في اللحمه بتزيد. طيب قولي لي ساعات بجيب الكفته وبعايز اشويها بتقع مني، ليه بقى؟ لا ازاي بنعمل ان هي بتمسك كده؟ هي في حاجات بتيجي طبعا دي صمعه بتيجي تتحط على اللحمه وهي وهي واللحمه واحنا بنعملها بتحط عليها بتخلي الكفته تمسك زي ما انت شايفه كده، شايفاها؟ تيجي تحطها على السيخ ما تقعش خالص. صمعه بقى دي خبره بقى مش عارفه. ايوه صح. انا كنت بشوي عليها كفته كتير دي كمان كفته كتير. اه والله. لا بس اقول لك على حاجه، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، بس مش مشكل في حاجتنا. في ناس اخذت كفته من نفس المكان يعني من المكان اللي قدامنا او اللي جنبنا وراحت عملتها في مكان تاني مش بتدي نفس الطعم عندنا. الحمد لله التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. اه النفس والتوفيق. توفيق ليه ربع كفته عشان تحب زباينك حابه ناسك. ايوه انا بحب المنطقه وكل الزباين اللي بيقول لي بحبهم كلهم والله. اه والله انت معروفه هنا. ايوه الحمد لله. ايوه معظم الناس بتحب الحاجه المشويه. اسماعيليه بتحب الحاجه المشويه يعني معظمهم بيحبوا ياكلوا حاجات مشويه. وليا زباين معروفه يعني الحمد لله. بيقول لي مخصوص. مشويه اه ايوه دي الفراخ اللي انا متبلاها. الفراخ لازم تستوي كويس عشان تبقى هي لا احنا في نظام بنعمله، احنا بنحط الفراخ الاول على الشوايه تستوي ثلاث ارباع وبعد كده بنسيبها على الشبكه. دي كده حاجه اه على الشبكه تتشمع تنزل دمها كله وبعد كده نرجعها تاني على الشوايه. انا عليك المراسه الله يخليك خبره. ايوه خلاص كده. الله يخليكي. شكرا متشكره. الله يخليكي. الله يصلح حالك.